بداية جولتنا في الصحف العربية من الشرق الأوسط المصرية التي كتبت أن توابع التضامن الخليجي الذي أعلن وكان شعارا في قمة قادة دول الخليج الماضية ما تزال محل الترحيب مع بدء خطوات تقارب والعودة الطبيعية للعلاقات، وتابعت أن قمة العلا التاريخية شكلت لحظة فارقة استعادت نبضا وأعادت رسائل التوحد والجدية لأحد أهم التكتلات الإقليمية العربية. صحيفة الأهرام تناولت إشكالية التوزيع العادل للقاحات كورونا ليشمل حتى الدول الفقيرة والنامية، محذرة من تداعيات إهمال البلدان الفقيرة خلال توزيع التطعيمات ضد فيروس كورونا. وفي الإمارات قالت صحيفة الخليج إنه صار بإمكان الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن أن يتنفس الصعداء مع انتخابات ولاية جورجيا وفوز 2 من الديمقراطيين بمقعدين في مجلس الشيوخ، وأضافت أن أيادي بايدن صارت طليقة وبإمكانه أن يحكم من دون مناغصات أو عقبات تكبله أو تقيد من حركة السياسية وتنفيذ برنامج انتخابي. الدستور الأردنية كتبت أن ما جرى من اقتحام مبنى الكابيتول طرح تساؤلات كبيرة مدوية لن تنتهي مع زوال حكم ترامب، وفي مقدمتها كيف يمكن لرئيس أمريكا أن يكون محرضا وكيف تم اقتحام مبنى الكابيتول بهذه السهولة والهشاشة الأمنية. في السعودية كتبت الاقتصادية أن تعامل إدارة الرئيس الأمريكي المقبل جو بايدن سيكون مختلفا تماما مع الصين على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، وهذا أمر واضح منذ زمن مقارنة بسياسة المواجهة المباشرة التي اتبعها الرئيس الحالي دونالد ترامب.